إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنبقى مع تفسير الآيات المباركات 251 و252، وهذا التفسير ما تبقى من تفسير الحلقة الماضية لهذه الآيات الكريمات من سورة البقرة. فإلى التفسير. واستنتج القرطبي مما ذكر من قصة طالوت وداود وجالوت في أمر طالوت بمبارزة جالوت أن المبارزة لا تكون إلا بإذن من الإمام، وهو قول أحمد وإسحاق وطائفة من العلماء، وتردد في ذلك قول الأوزاعي، تارة يقول بأنها تتوقف على إذن الإمام، وتارة يقول بأنها تجوز ولو لم يأخذ المبارز إذن إمامه في ذلك. وذهب مالك والشافعي إلى جواز المبارزة على أي حال، لأن ذلك مما عهد من فعل السلف، ولم يذكر عنهم أنهم كانوا لا يبارزون إلا بإذن من أئبتهم وقادتهم. وهذا الذي ذهب إليه ابن المنذر إلا إن منع الإمام من المبارزة، ولا ريب أنه إن منع فإن منعه يجب أن يطاع لعدم جواز الخروج على النظام، ولعله في منعه يرى مصلحة. ولم أجد لأصحابنا نصا في ذلك إلا أن قواعدهم تقتضي ألا تتوقف المبارزة على إذن الإمام أو القائد ما لم يكن هنالك منع من أجل رعاية المصلحة. ويدل على ذلك ما مضى عليه السلف من خروجهم إلى حلبات المبارزة من غير أن يذكر عنهم أنهم كانوا يستأذنون في ذلك أئمتهم وقادتهم. بعد هذا يبين الله سبحانه وتعالى سنة غالبة من سننه في هذا الكون، وهي دفعه سبحانه وتعالى الناس بعضهم ببعض. فإن الله عز وجل خلق البشر مطبوعين بطبائع متباينة، فالإنسان خلقه سبحانه وتعالى كائنا ذا عقل وشهوة وغضب، تجتمع فيه قوى ثلاث. فمن كان عقله أقوى من شهوته ومن غضبه لا ريب أنه يستطيع أن يتحكم فيهما، أما من كان بخلاف ذلك فإن عواصف شهوته وغضبه تعصف بعقله وتثير من حوله الضباب والغبار، فلا يكاد يدرك الحقائق ولو ترتب ما ترتب على تصرفاته من المضار. وقد تطفئ ذبالة هذا العقل مع هيجانها. هذا مع أن الناس كما هو معلوم متداخلون في مصالحهم، مشتركون في منافعهم، وهذا مما يؤدي إلى التجاذب والتدافع فيما بينهم، ويؤدي ذلك من بعد إلى كثير من المضار التي تنتج عواقب وخيمة. على أن الإنسان جعله الله سبحانه وتعالى خليفة في هذه الأرض، وسخر له منافعها وآتاه خيراتها، وسخر له منافع الكون، فقد أوتي من الطاقات الشيء الكثير. فهو إن لم يكن على بينة من أمره وبصيرة من ربه في تصرفاته
وأعماله، لا ريب أن ذلك يؤدي إلى أن يرغب في الاستيثار، ولو أدى هذا الاستيثار فيما بعد إلى عواقب وخيمة تعود عليه، فإن الإضرار بالغير يؤدي إلى الإضرار بالنفس، ومصلحة الغير تتوقف عليها مصلحة النفس، لأن الناس كما قلنا أمة واحدة متداخلون في مصالحهم وفي شؤون حياتهم، فالإضرار بالغير إلى أن ينعكس على النفس فيكون ضررا بها. ولكن مع ذلك كله جبلت هذه النفوس على ما جبلت عليه من حب الأثرة والاستبداد والرغبة في الاستزادة على حساب الآخرين، ولأجل ذلك جعل الله سبحانه وتعالى دفع الناس بعضهم ببعض سنة من سنن هذه الحياة، وهذا الدفع يكون بصور شتى، فإنه تارة يكون بالحكم كما هو الشأن من آثار هيمنة الحاكم على رعيته عندما يضع كل شيء موضعه ويعطي كل ذي حق حقه ويمنع الظالم من التعدي على المظلوم، ويكون ذلك بالقضاء وذلك بما أنزل الله سبحانه وتعالى من الأحكام الشرعية التي تعطي كل ذي حق حقه وتمنع كل إنسان من التعدي على حق غيره. فالقضاء صورة من صورة الدفع التي يمنع بها الظالم من الاعتداء على المظلوم. ثم بجانب ذلك أيضا الإصلاح الاجتماعي، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك كان التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر من الأسباب التي تؤدي إلى ترابط الناس، لأنهم عندما يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر يحرص الناس على أن لا يتجاوزوا حدود ما أذن لهم به إلى ما لم يؤذن لهم به. ومن أجل ذلك جاء في القرآن الكريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في معرض الأمر بالاتحاد والتحذير من الشقاق والاختلاف. فالله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ترون كيف أتى الله سبحانه وتعالى بالحض على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في معرض هذا الحديث الذي يدعو إلى الاتحاد ويحذر من الشقاق والاختلاف. وما ذلك إلا لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أقوى العوامل في توحيد الأمة وأخذ بعضها بحجزة بعض وتعاونها جميعا على القيام بواجباتها التكليفية ومصالحها الاجتماعية ومواجهتها لمن يريد بها سوءا، وكذلك نشر العلم والوعي وتعريف الناس بما لهم وما عليهم، كل ذلك مما يؤدي إلى هذا الدفع، دفع الناس بعضهم ببعض، فإن الذين يقومون بذلك هم الذين يدفعون في نحور الذين يريدون الشر بإخوانهم وبني جلدتهم. والمفسرون اختلفوا اختلافا كثيرا في المراد بهذا الدفع، منهم من ذهب
إلى أن المراد بأن الله سبحانه وتعالى يدفع البلاء بالأبدال، وهذا هو الذي صدر به القرطبي. وحديث الأبدال حديث لم يصح، ولا أرى وجها للتعويل على هذا القول. ومنهم من قال بأن الله سبحانه وتعالى يدفع بالصالحين العذاب عن غير الصالحين، لأنه لو اجتمع الناس على الفساد ولم يوجد بينهم صالحون لعمهم الله سبحانه وتعالى بعذاب من عنده. ومنهم من قال بأن الله سبحانه وتعالى يدفع بالأطفال الرضع والمشائخ الركع والبهائم الرتع، فدخلت البهائم أيضا في ذلك عن الناس العذاب، لولا شيوخ الركع وأطفال الرضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. ولا ريب أن السياق يدل على أن المراد بالدفع هو مقاومة الفساد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المقاومة سببا لصلاح هذه الأرض وارتفاع الفساد عنها. ويدل على ذلك تبيان الله تبارك وتعالى في كتابه لعلة مشروعية الجهاد في شريعته، فإن الجهاد بمقاومة أهل الضلال والفساد من أقوى عوامل الإصلاح وأسباب استئصال شافة الفساد. يقول الله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فالله سبحانه وتعالى هنا ذكر الحكمة البالغة من مشروعية الجهاد، وهي أن الجهاد لم يشرع من أجل تعميم السلطة أو من أجل إذلال الناس وإضعافهم أو من أجل القضاء على كرامة جماهير البشر، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى بمشروعية الجهاد ما ذكره هنا. فإن الدين بطبيعة الحال ضرورة من ضرورات البشر، إذ به يلتئم شملهم وينتظم عقلهم وتقوى رابطتهم. والدين معرض للفساد لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فإن المجامع الدينية التي يلتقي فيها الناس من أجل التوجه إلى الله سبحانه وتعالى نفسها تهدم من أجل القضاء على الدين الذي هو رابط ما بين النفوس البشرية، عندما تطغى في هذه النفوس عوامل الشر والفساد، إذ يرون الدين من ألد خصومهم. وهذا كالذي حدث عند الملاحدة من أمثال كارك ماركس ولينين وأمثالهم، عندما قالوا بأن الدين أفيون الشعوب، حاربوا الدين وقضوا على المساجد وشردوا المسلمين، بل حاربوا كل ما يسمى دينا، ورأوا أن الإنسان لا يتحرر إلا عندما يبعد الوازع الديني عن نفسه. هذا ولا ريب أن البراهين ظاهرة والحجة قائمة، ولكن مع ذلك الواقع كما قيل: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولذلك كان الناس بحاجة إلى هذا الدفع بشتى الوجوه، بالردع، بالعقوبات الملائمة والحدود الشرعية،
التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وبالتعزيرات التي تعود إلى أنظار الفقهاء، وكذلك بشتى الأمور التي تقتضيها إيالة الناس ويقتضيها الحفاظ على نظامهم بتجنيد الجنود وردع الطغاة والمتكبرين لما في ذلك من إشاعة الفساد في الأرض والقضاء على الكرامة الإنسانية. وقد قالوا بأن الدين أس للحياة والحاكم حارس، فلا بد من اجتماع الأمرين كليهما. الله سبحانه وتعالى هنا أخبر: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا يكون من الدفع كالذي ذكر هنا من خروج بني إسرائيل لمواجهة العمالقة جالوت وأصحابه ومقاتلتهم وما حصل من قتل داود جالوت ومثل ذلك مما حصل ومما يحصل باستمرار، لولا هذا الدفع لفسدت الأرض، لوقع الفساد في هذه الأرض. وفساد الأرض إما أن يراد به فساد أهلها وهم البشر، لأنه عندما يفقد وازع الدين ووازع الحكم لا يكون هنالك دافع إلى الخير ولا وازع عن الشر، ويصبح الناس أهل بطش شديد، يبطش بعضهم ببعض ويودي بعضهم ببعض، فيسكون الفساد في الأرض الذي أشارت إليك الملائكة بقولهم لله تعالى: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى مقاومة هذا الفساد بهذا الدفع. أو أن المراد بفساد الأرض ما يحصل في هذه الأرض نفسها من تلف لما فيها وتغير في معالم طبيعتها، فإن الأرض نفسها أيضا تفسد بسبب فساد الناس. فالله تبارك وتعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ويقول الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ويقول تعالى في أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فالأرض إذن تفسد على أن الإنسان كما قلنا جعله الله سبحانه وتعالى مستخلفا في هذه الأرض، فحركة الأرض تدور على محوره، ولما كانت تدور على محوره كان ذا أثر فيها صلاحا وفسادا، فبقدر ما يكون عليه الإنسان من الصلاح تصلح هذه الأرض، وبقدر ما يكون عليه أيضا من الفساد تفسد هذه الأرض. فدفع الناس بعضهم ببعض بشتى الوسائل، بالجهاد في سبيل الله وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبإنفاذ الأحكام الشرعية وإقامة حدود الله سبحانه وتعالى وبالتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر وبنشر الوعي في أوساط طبقات الناس جميعا، بكل ذلك يدفع هذا الفساد بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إذ الناس متفاوتون تفاوتا كبيرا، فمنهم من تجليه الموعظة، ومنهم من كان بحاجة إلى شيء من الزجر، ومنهم من هو بحاجة إلى العقوبة الرادعة، ومنهم من لا يستأصل شره إلا باستئصاله. فلذلك كان وضع هذه الأشياء في مواضعها من أهم ضرورات الحياة الإنسانية من أجل حفظ نظام الناس ومن أجل رفع البلاء عن هذه الأرض. ولولا دفع الله الناس، قراءة الجمهور دفع،
وقرأ نافع من القراء السبعة، وأبو جعفر ويعقوب من سائر الأشرة، ولولا دفاع الله الناس، والدفاع هنا بمعنى الدفع، فإن هذا المصدر الذي وزنه على فعال يأتي دالا على نفس الفعل الصادر من الطرف الواحد، فكتب كتابا وقام قياما، ومنه دفع دفاعا، ومنهم من قال بأن الدفاع هو مصدر دافع لا دفع، وهذا الأصل، فإنه كثيرا ما يكون مصدر فاعل على فعال، كما يأتي على المفاعلة يقال قاتل يقاتل قتالا وقتالا ومقاتلة، ومهما يكن فإن المراد هو الدفع على أي الاحتمالين وعلى أي القولين، المراد الدفع، فإن دافع أيضا وإن كان يوحي بالمشاركة إلا أنه يكون للفاعل الواحد، كقول القائل ناهز الاحتلام، فلان ناهز الاحتلام، وكذلك لذلك شواهد متعددة عند العرب، ويقول أبو ذؤيب الهذلي ولقد هممت بأن أدافع عنهم وإذا المنية أقبلت لا تدفع، فقوله أدافع بمعنى أدفع. وانتقد أبو عبيدة قراءة دفاع وقال بأن الله عز وجل لا يدفع، ورد عليه مكي بأنه ليس ذلك من المفاعلة، أي الدفاع لا يعني هنا المشاركة، بل هو من طرف واحد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. لم يقل الله سبحانه وتعالى ولكن الله ذو فضل عليهم، أو ولكن الله ذو فضل على الضعفاء منهم، أو ولكن الله ذو فضل على الذين دفع عنهم، وإنما قال ولكن الله ذو فضل على العالمين. والعالمون كما تعلمون جمع عالم، والعالم يصدق على كل مخلوق لله سبحانه وتعالى، فإن لفظة العالم مشتقة من العلامة وهي الدلالة، فكل ما يدل على وجود الله تبارك وتعالى هو داخل في العالم، وهذا يؤذن بأن الله سبحانه وتعالى جعل نظام هذا العالم يصلح بالأخذ الإنساني بحجزة أوامر الله والوقوفه عند حدوده، لأن العالم كله متداخل. فالعالم كما قلنا أكثر من مرة وحدة متكاملة، كل جزء منه مكمل لبقية الأجزاء، فصلاح الأرض صلاح لهذا العالم، وفساد الأرض فساد لهذا العالم، والإنسان هو القطب الذي تدور عليه رحى العالم لا الأرض وحدها، فإنه خليفة في الأرض وسيد في الكون، لأن الله سبحانه وتعالى سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهذه المسخرات التي سخرها الله سبحانه للإنسان عندما يكون الإنسان غير متقيد بحكم الله، غير مرتبط بأمر الله، غير واقف عند حدوده سبحانه، هذه المسخرات بأسرها يستغلها الإنسان في الفساد، وهذا الذي حصل بسبب عدم الوازع الديني عند الشعوب المتحضرة والأمم المتقدمة التي تسابقت فيما يعود بالويل والدمار على الإنسانية حسن ومعنى. ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي بسبب فضل الله تبارك وتعالى على العالمين هيأ هذه الأسباب، أسباب الدفع، دفع الناس بعضهم ببعض من أجل أن يسبغ الله على العالمين فضله.
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. الإشارة في تلك إلى ما ذكر هنا من الآيات البينات من قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، حيث ذكر الله سبحانه وتعالى قصة أولئك القوم وكيف أنهم فروا من الموت فأماتهم الله ثم أحياهم، وكذلك ما دعا الله إليهم بعد من الجهاد في سبيله والإنفاق في سبيل ذلك، ثم ما ذكره الله إثر ذلك من قصة بني إسرائيل وما قالوه لنبيهم وما رد بهم عليهم نبيهم وما ردوا به عليه، ثم ما تبع ذلك من اختيار الملك لهم، ثم ما كان من ترددهم، ثم ما كان من امتحانهم واختبارهم إلى غير ذلك. فذلك كله من الآيات التي يشار إليها إلى مقتل جالوت على يدي داود عليه السلام وإيتاء الله داود الكتاب والحكمة. هذا كله من آيات الله، ولهذه الأمة في كل ذلك معتبر، فإن هذه الأمة شأنها كشأن سائر الأمم، هي مطالبة بأن تأخذ بسنن الله تبارك وتعالى في هذا الكون، وأن تتجنب ما يؤدي إلى ذلها وصغارها واستباحة بيضتها وتفرق شملها. فلذلك أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أجل تربية هذه الأمة على الخير. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. التالي في الحقيقة هو عبد الله جبريل عليه السلام، ولكن أسند التلاوة إلى الله عز وجل بطريقة المجاز العقلي، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذه التلاوة، هو الذي أرسل جبريل بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، والتالي يتلوها متلبسا بالحق، أو أن المتلو يتلى وهو متلبس بالحق. فلذلك قرن الله سبحانه وتعالى ذكر الحق هنا، والحق يراد به هنا في هذا المقام الصدق، فكل ما ذكر من آيات الله سبحانه وتعالى إنما يتلى بالصدق، فليس فيه شيء من الباطل قط. وقيل بأن المراد بالحق اليقين الذي عند أهل الكتاب بصحة كل ما ذكر هنا. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. أكد الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام الذي تتلى عليه هذه الآيات هو من المرسلين، من أجل أن هذه الآيات تدل على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه أفضل الصلاة والسلام ما كان يتلو من قبل هذا القرآن من كتاب ولا يخطه بيمينه، ولا كان صلى الله عليه وسلم على علم بالنبوات السابقة وأخبارها والأمم المتقدمة وآثارها، ولكن كل ذلك هو وحي يوحيه الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا مما يدل على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم، وينفي عنها ريب المرتابين وشك الشاكين، وذلك أيضا مما يؤكد أن هذه الرسالة جاءت مصدقة للرسالات السابقة، وأن الرسالات المتقدمة كانت توطئة وتمهيدا لها، ولم يقل سبحانه وتعالى له وإنك لرسول من الله، وإنما قال له وإنك لمن المرسلين، من أجل الإشعار بأنه لم يكن بدعا من الرسل. فالرسل تقدموه صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله تعالى إليهم من الحق والهدى، فإذا ما جاء به صلى الله عليه وسلم ليس شيئا غريبا على من عرف تاريخ النبوات والرسالات السابقة. ومن العلماء من قال بأن المراد
بقوله سبحانه: تلك آيات الله، آيات القرآن جميعا. ومنهم من قال المراد بها أي بهذه الآيات آيات هذه السورة، سورة البقرة من أولها، والأظهر ما تقدم، والله تبارك وتعالى أعلم. نسأله أن يهدينا سواء السبيل، وأن يأخذنا بأيدينا إلى جادة الهدى والرشاد، وأن يوفقنا لقول الحق والعمل به، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأعزاء، هكذا كنا مع تفسير الآيات المباركات، الآية 250 و251 و252 من سورة البقرة. إلى أن نلتقيكم مع آيات أخرى من هذه السورة المباركة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.